ما استنونيش وعملوا. ما سبب اعتذار هنا الزاهد عن فيلمها مع مينا مسعود وهزار فزر؟ اعتذرت بقى بس يعني ربنا يكرمهم يا رب. بعد ما اتكلمنا في الجزء الاول عن نجاحات هنا الزاهد في اعمالها الاخيره، ناس كتير بتسال عن سبب اعتذارها عن الفيلم اللي كان المفروض يجمعها مع مينا مسعود بعد ما اعلنت عن التعاون ده على انستغرام وشاركت في المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم. بجد حصل زي المواعيد اتلخبطت، كانوا عايزين يصوروا في رمضان وانا ساعتها كنت بصور النمر ومش هينفع اقول لهم النمر باي باي واروح اصور فيلم ازاي انا يعني ملتزمه بالعقد وملتزمه ان انا بعمل مسلسل مع محمد امام. فاضطريت ان انا اقول لهم لو انتوا هتصوروا في رمضان هضطر اعتذر، فاعتذر. ما كانش فيه فرصه لان هو المفروض كان مسافر، هو كان مسافر شهر 5 تقريبا او مش فاكره شهر كام، لان هو رجع تاني لبلده. فقالوا لي الوقت ده اللي هنصور فيه 22 يوم في رمضان، قلت لهم لا ده انا اصلا بصور لحد 28 رمضان مش هعرف. فاعتذرت بقى بس يعني ربنا يكرمهم يا رب. وبعد النجاح الكبير اللي حققه الجزء الاول من برنامج هزر فزر، ليه اعتذرت عن الجزء الثاني؟ هو انا بصي اللي حصل ان انا كنت بصور حلوه دنيا سكر وجم شهر 12 قالوا لي احنا هنخش نصور البرنامج ثاني، فانا قلت لهم طب انا بصور حلوه دنيا سكر وداخله النمر، يعني النمر داخلين شهر واحد، فانا ما كنتش عارفه اعمل ايه. قالوا احنا عايزينك 12 يوم نصور بالظبط موسم جديد، فانا قلت طب تستنوني بعد النمر ونصور. فقالوا لي مش هنقدر نستنى كل ده لحد شهر 5 ولا 4، مش هنقدر نستنى كل ده ولازم نصور الموسم الجديد. فقلت لهم طب انتوا شايفين ايه؟ طب تجيبوا حد طيب ازاي ومش عارفه ايه؟ لا قلت لهم طب يعني لو حد يقدر يحل يعمل برنامج نفس شكل البرنامج جيبوه، لان انا مش هعرف اعمل ده دلوقتي. لو استنتوني هعمله غلبان قوي، لو استنتوني ده هعمله ما استنونيش وعملوه. ومن اكتر من سنه كشفت هنا عن استعدادها لتاديه شخصيه باربي في فيلم جديد من انتاج سينرجي، فامتى هيبصر النور العمل ده؟ والله هقول لك انا مضيت على الفيلم ده، انا مضياه مع سينرجي فيلمز والورق موجود وكل حاجه، بس هم عندهم دلوقتي يجي مثلا 50 فيلم في الدرج، يعني هم عندهم جد افلام كتيره قوي صوروها في وقت الكورونا وما نزلتش، فمش عارفه بقى هو اتاجل، هو ممكن يتاجل. بص انا يعني انا مشغوله دلوقتي في حاجات تانية المسلسل وحاجات تانية، بس انا في مخي ان انا عايزه اعمله، بس لما اعمله عايزه اعمله حلو قوي بمخرج قوي بجرافيكس بحاجات كده، مش عايزه يبقى حاجه ان هو زي افلام ديزني اكتر وفي استعراضات وفي حاجات، فعايز اعمله حلو كمان، ف مش مستعجله عليه دلوقتي خالص، بس هو احنا اعلنا عليه بس يعني لسه مش عارفين مصيره ايه. ونقدر نقول ان هنا شكلت ثنائيه مميزه مع احمد حاتم في فيلم الغساله قصه حب، وفي احدى قصص مسلسل حلو الدنيا سكر، فهل هنشوفهم مع بعض من جديد؟ احمد حاتم من الناس اللي انا بحب امثل معاهم لان هو بيفهم قوي طريقه يعني الضحك اللي انا بضحكه هزاري، فبيبقى في زي كيمستري كده في التمثيل بتبان قوي، زي قصه حب بانت قوي في الفيلم والغساله والقصه بتاعته اللي هي في حلوه دنيا سكر كانت رومانسيه وكانت باينه قوي. فانا دايما بفضل اقول انا وهو احنا عايزين نعمل افلام زي اللي هي عارفه الافلام اللي هي القديمه اللي هي بتاعت السينما اللي هي الرومانسيه، عايزين نرجعها اللي هي بالشكل ده، فعشان كده احنا بنفكر نعمل فيلم تاني زي قصة حب كده ان شاء الله.